في محافظة أسوان تم تطوير مكاتب البريد الأثرية والتاريخية واللي عمرها أكتر من 100 سنة، خصوصا أنه مكاتب البريد دي مبنية بطراز معماري فريد. أعمال التطوير طبعا بكل تأكيد بتحافظ على الطابع التاريخي والمعماري للمكان، وفي نفس الوقت بتؤهل المكتب عشان يكون مبنى خدمي يقدم العديد من الخدمات للمواطنين. بشكر الحكومة المصرية على التطوير الظاهر في البريد، يعني حاجة مشرفة بسم الله ما شاء الله، لأن أنا راجل بتعامل مع البريد بصرف معاش وحوالات، ودلوقتي حاليا بعمل توكيل في الشارع العقاري، وفي خدمات تانية يمكن بتاع 14-15 خدمة جديدة نزلت في البريد. يعني أنا مكتب البريد عامل ستك توكيل عام للمحامي، وبصراحة الوضع غير الأول، يعني تغير ظروف بصراحة، ما فيش انتظارات ولا فيش هنا زي الأول، يعني ما فيش 10 دقائق 5 دقائق المصلحة بتخلص. أنا بتردد المواد الثانية على البريد، هنا بصرف حوالات، بستلم حوالات، ببعت طرد، في طرد بيجينا على البيت. الخدمة الأول كنت في الأول بتطول، حاليا ما باخدش غير 5 دقائق. في أكتر من شباك بريد، 14 في بريد، 14 شباك، وموظفين ملتزمين، في سرعة في الأداء واستجابة. خدمات هنا كويسة ممتازة، الأول ما كانش فيه خدمات زي كده الصراحة، يعني والمعاشات كويسة، وهنا الموظفين يعني كويسين. الخدمة هنا ممتازة جدا جدا، أحسن من الأول بكتير، والموظفين هنا يعني بارك الله فيهم. بالنسبة للخدمة هنا جميلة جدا جدا جدا، وبالنسبة للموظفين الموظفين برضو حلوين وبيمشونا بسرعة، مش بيخلونا زي الأول نقعد كتير، وبدت الشغل بتاعهم كويس خالص خالص. الحمد لله الخدمة اتطورت خالص عن زي قبل يعني، والخدمة بقت أحسن، والمعاملة بقت أحسن، وبقت منظمة أحسن، وما تاخدش وقت جامد يعني. حتى أضافوا ليها الخدمات الثانية اللي هي الفيش وشهادة الميلاد، كله ده كان مش موجود. ما شاء الله الخدمات يعني ممتازة جدا في مكتب بريد أسوان وفي كل المكاتب، وما شاء الله ما فيش تأخير، والمعاملة حسنة، والموظفين شغالين كما أنزل يعني على أكمل وجه. فرق كبير طبعا، ما فيش أي مقارنة بين الأول ودلوقتي صراحة، لا في الإنشاءات ولا في التعامل، ولا حتى في البيهيفير بتاع الناس، وده بينعكس على أن الخدمات المجتمعية بقت متطورة، وان احنا الحمد لله يعني في احسن الخدمات اللي احنا بيتميز بيها البريد دلوقتي، بتنافس الشركات اللي هي شغاله في الشحن بره زي الشركات الكبيره الدوليه، والبريد بيقدم خدمات برضو شحن الامارات، شحن المملكه العربيه السعوديه، بتعاقد مع البريد الاماراتي والبريد السعودي.